اهلا وسهلا فيكم. اليوم على صفحه حيدر الكترونيكس، واخيرا وصلنا البوكوفون F1. البوكوفون هو شركه تابعه لشركه شاومي، رابع اكبر مصدر تليفونات بالعالم من بعد ابل، سامسونج وهواوي. ليش انعمل هيدا الضجه على البوكوفون وهذا التليفون؟ لانه هذا التليفون بيعطينا قدرات فلاكشيب بس بسعر الفئه المتوسطه. بمعنى هذا التليفون بيجي 6 جيجا رام، بيجي 128 جيجا ستورج، قدرات كتير قوية. عنا البروسيسور بيجي 845، سناب دراجون 845. انتو عم تتصوروا البروسيسور 845 اللي موجود بالنوت 9، يلي اصلا حقرف دول 845 مع 6 جيجا رام، شو ممكن يعطيك قدرة انتو عم تشتغل بالبوب جي مثلا؟ انت عم تلعب بالبوب جي مثلا، بلس البوب جي بتصرف بطارية. طيب خد 4000 مل امب للبطارية، 4000 يلي هي بتضينك حوالي اليومين. طيب بركي خلصت بسرعة هيدي البطارية، لا خود كويك تشارج 3.0 من شركة كوالكوم. بدك أكتر من هيك؟ 6 انش للشاشة، خود 6.1 والعب على راحتك، وأول جرافيكس على الآخر. لما تنزل بوب جي بياخد دغري الجرافيكس. شو بالنسبة للصوت؟ خود ستيريو سبيكر كمان موجودين. غير هيك عنا فاست فينجر برينت، الفينجر برينت الموجودة بقلب هذا التليفون من الأسرع بالعالم. حتى اول تليفون بالعالم بيجي بليكويد كولينج سيستم كرمال كمان انتو عم تلعب بوب جي ما يحمل التليفون معك لهالدرجه. نحن عم نحكي بوب جي، فكيف الاستعمال العادي؟ فكيف قديه بتضيلنا بالاستعمال العادي؟ ستيريو سبيكرز وغيره. طبعا في فيس انلوك، هذا الشيء طبيعي. بالنسبه للسي بي يو بيجي 4x2.8 جيجا هرتز، شيء كثير مهم بهذا التليفون. قدرات رهيبه. بسعر شو؟ بالنسبه للسعر، السعر هو حوالي $450. هيدا السعر طبعا بالهند $299، نسخة ال 64 جيجا 6 جيجا رام 64 جيجا. اما ال 128 حوالي بتطلع ال $350، يمكن بزيد عليها تقريبا $100. ما ننسى شغلة انه في عنا شحن، في عنا دفع رسوم، في عنا ارباح، في عنا كتير امور لتوصل لك البلد، وهيدي حسب البلد اللي حتوصل له. بس مش 450، لو حقه 600. انا لو حقه 600 بقدر اخده. لألكن ليه؟ لانه انتو عم تعطيني مثلا نوت 9 845 ب 6 جيجا رام، عم تعطيني اياه ب $1000، بينما هيك تليفون عم باخده انا تقريبا بنص السعر. لا واكثر من هيك، ومهتمين كتير بالجيمينج والصوت وغيره، تليفون ولا اروع. بالنسبه للسيئات اللي فيه، طبعا شركه لما ترخص تليفون بدها تحط قصص وتضخم بس على حساب شيء معين. شو هو هذا؟ اول شيء عملت لنا التليفون من بلاستيك، ظهر بلاستيك مش ازاز، قللوا التكلفه، ما قامولنا البروسيسور، ما نقصونا من اداه البروسيسور او من الرامات او لا قاموا قصص اصلا نحن قادرين نتخلى منها، مثل الوايرلس تشارج. الوايرلس تشارج مش موجود بهذا التليفون، بيجي بلاستيك مثلا، ظهر بلاستيك كمان، بخلي التليفون يكون اقل، يعني ما عندكم احساس البريميوم بهذا التليفون. بس اتس اوكي، نقصوا من هول، اعطونا شيء تاني، اعطونا شيء نحن نحس انه في فيتشرز كتير قوية فيه، قادرين نحس خاصة بالألعاب او ان كان نحن بالانترنت او غيره. طبعا انا بنصح كتير بهذا التليفون، ما بتكون نصيحتي حتى على يعني كل الناس بتنصح فيه، لدرجة انه هذا التليفون اذا نحن بنفكر فيها مزبوط، انا مستغرب ليه مسمينه اصلا حاطينه بالميد رينج، انه ليه مش فلاكشيب مثلا، بس لانه الظهر مثلا بلاستيك او شيء، القدرات اللي بقلبه مش موجودة حتى بالنوت 9. انا ما بدي اقارن مع الايفون لانه الايفون اصلا ما في يدخل بالمقارنات هيدي، بس انا عم حط النوت 9 بالايفون. بعدنا عم نحكي ب 3 جيجا رام او 4 جيجا رام، نحن عم نحكي 6 جيجا رام، في عنا شوية فروقات. فهون ببين بين كل التليفونات البوكوفون عم يعطينا سعر قليل، عم بنافس، قدرت شركة شاومي انه تنافس بشكل رهيب رهيب، لدرجة انه كل منافسينا وصلوا للصمت وأولهم الهواوي لهالدرجة. تصوروا مثلا لنقول هونر بلاي أو غيره من التليفونات أرنوها مع البوكوفون، ما بتلاقوا شيء مثل البوكوفون. فأنا هلأ حاتركم مع الأنبوكس، حنشوف العلبة شو بقلبها، وحاشرح لكم عنها أكتر كمان. أنا شرحت عنها هلأ بالتفصيل، تقريبا حنشوف العلبة ونشوف من شو بتكون التليفون، كيف شكله. أنا اخترت في عندكم الستيل بلو، البوكوفون F1 الستيل بلو، أنا هذا اللون كتير بحبه، بحب البلو، حبيت اختار هيدا اللون. فحنشوفه انا وياكم، حنفتح هيدا العلبة ونشوفه سوا. خليكم معي.
اوكي، وهلا نحن حنعمل انبوكس للبوكو فون اف 1. اول شيء بدنا نقرا هول على العلبه. اوكي، مثل ما شايفين عندنا كوالكوم، مثل ما شرحت لكم كوالكوم 845 اب تو 2.8 جيجا هرتز. اوكي، ليكويد كولينج سيستم، AI دول كاميرا، دول بيكسل اوتو فوكس، 20 ميجا بيكسل فرونت كاميرا، انفراريد فيس انلوك، 4000 مل امب هاي كاباسيتي باتري، كوالكوم كويك تشارج 3.0، 6 جيجا رام، 128 جيجا ستورج. اوكي، اللون ستيل بلو. طيب اول شيء نفتح العلبة. نجهز حالنا نشوف هيدا التحفة الفنية. نطلع هيدا مثل ما شايفين هون معنا هذا الكفر، هذا الكفر. اوكي، ما بس حاله. طيب نجي نشوف شو في بقلب هاي، هون في شيء كمان، هون كاتبين لنا المعلومات. اوكي، هذا هو اللون. انا صراحة حبيته كتير لهذا اللون، كتير مميز. عنا الشارجر مثل ما شايفين، الكيبل، ومشان نقيم الخط فيها هيدي. بس اذا بتلاحظوا نحن ما بيجي معه سماعات. اوكي، البوكوفون ما بيجي معه سماعات. طيب نشوف اول شيء هيدي الكاميرا، نشيل اللزقة عنا. شايفين هون بيجي عنا هيدي الدويرات الحمر، كتير بيعطي ديزاين حلو للتليفون افكار هذا الدويرة. حتى الفينجر برينت هيدي مثل ازاز، هي مثل ازاز يعني، بتصير بالعادة بتكون ملمسة بلاستيك. نرجع ندور التليفون. اوكي، انا هون الاستركشن مثل ما شايفين. طيب هلا طبعا بنعمل له سيت اب وبنفوت عليه. شايفين قد ايه اخذ وقت ليدور؟ ما اخذ وقت بالمره ليدور، كثير سريع. هلا لقدام ان شاء الله حاعملكم انا مراجعتي كلها عن الكاميرا وغيره، بكون انا جربته اكثر بالتفاصيل. ان جنرال هيدي الفكره، من بعد بنعمل له ابديت يعني، بس نفتح ونرجع بنعمل له ابديت. التليفون هذا من الأقوى، من الأفضل بتجربة الكل. أنا بنصح فيه أكيد. ولأي استفسار، لأي شيء حابين تسألوني إياه على الكومنت، أنا ما بقدر إنه لحق، فبتحكوني على رقم الواتساب إمتى ما بتكون، بأي ساعة اللي بتكون، 24/4 ما في أي مشكلة، بتحكوني إمتى ما بتكون تسألوني اللي بتكون إياه. وأنا هون شرف لإلي خدمتكم، وبكون بخدمتكم دايما، وأهلا وسهلا فيكم.